نرجع بقى للنادي الاهلي. ايوه عمرنا ما بيهمنا اسم. اكيد انت يا اسلام متاكد من حاجه زي كده او لعبت وكنت شايف طبعاً ان النادي الاهلي عمره ما بيهمه اسم، يهمه القتال والروح في الملعب. ادي نمره واحد. نمره اتنين، النادي الاهلي نادي القرن في افريقيا، احسن نادي الكره في افريقيا مقارنه باسيا، ما فيش وجه مقارنه. اكيد احنا متاكدين من نقطه كده. صحيح تمام. انما هم كفرقه كويسه، بس احنا برضو فرقه محترمه جدا وفرقه كبيره ولينا اسمنا، ولكن لينا ظروفنا ايضا اللي يعني صعب. اللي هي غير مسبوقه واستثنائيه بشكل كبير. بالظبط، ظروفنا مش تتمثل بس في اللعيبه رجعت، لا هي اللعيبه رجعت ميته. بالظبط، يعني اللعيبه الدوليه اللي لعبوا او بيلعبوا، اذا كان حمدي او عمرو السوليه او حتى ايمن اشرف مع انه ما لعبش اخر ماتشين، ولكنهم ميتين نفسيا وبعديها بدنيا، ارهاق بدني طبعا وذهنيا اكيد واخد جزء من تفكيرهم ان البطوله ضاعت. ناهيك بقى بنون مش موجود، الشناوي مش موجود، لعيبه كبيره وتقيله، اكرم ربنا يشفيه هو عمار حمدي، لعيبه كبيره وتقيله تؤثر في اي فرقه. وعلى الصعيد الثاني انت بتلعب فول تيم، يعني انت ما عندكش اي مشكله ثانيه. ورغم كده برضو ليوناردو جارديم كان طالع بيتكلم ان انت بتديني 72 ساعه وفي ضغوطات، يعني حتى ده برضو رغم كل ده هو ما كانش مبسوط. مهما يقول يعني. مهما يقول ضغوطنا اكبر بكتير جدا 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 من الـ من الـ من المدرب بيقوله، لان احنا فعلا تعبانين اكتر بكتير يعني. تمام 100% أكيد. يعني بالعين كده انت بتحاولي توفقي في اول ماتش، كنت بتحاولي توفقي لعيبه من هنا ومن هنا عشان تكملي 11. الحمد لله الماتش اللي فات ما استعنت في بدايه المباراه، ما استعنتيش بفول تيم عشان خاطر برضو كان في ارهاق. اذا كان حمدي فتحي الطبيعي انه يبتدي، شريف المفروض انه يبتدي، ده الطبيعي. انما انت دلوقتي خلاص في موقف، انت بتلعب على البرونزيه، مش عايزين نقل عن البرونزيه. هتبقى لو خدنا ميداليه هنبقى ثالث فرقه في العالم بعد برشلونه وريال مدريد تاخد ميداليه في البطوله، ثلاث ميداليات. يعني الفرقتين دول بس اللي خدوا ثلاث ميداليات قبل كده في البطوله، هنبقى احنا الثالث في العالم كله